النهاردة معانا اتنين ضيوف. ايه اللي لم الشامي على المغربي؟ دايما الدنيا بتجمع ناس كويسة مع بعض. علاقتك بالقهوي ايه؟ ما انا ما اتشهرتش الا من على القهوة يا عمار. اه والله العظيم تروح على القهوة بس اجيب شهادة بيانات حد. وتعيتي في حياتي كلها القهوة ساعة الاصطباح. عايش بجسم فريد شوقي واخلاق هاني شاكر بقالي فترة مش عارف اعمل ايه. ايه يا رضوى الحاجات الحلوه اللي انت عاملاها دي؟ كل ده يعني من قماشك بعمل اللعب دي. مينا انت بقالك قد ايه؟ كان بقالي سنتين بعمل سوشي برضو في الشارع وبقدمه. طموحك ايه يا عم؟ اوصل للناس بقدر الامكان. ايه نظاره اللحام اللي انت لابسها؟ اشتغلت يا ليسي؟ اشتغلتها قهوجي، كنت انزل المشاريب بالغنى من وانا عندي 11 سنه بلعب بوكس في المعادي. اه في المعادي سكيورتي مرجيه. ما بلاش اللون ده معانا 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 بلاش ده معانا. الله قهوه اشرف الثلاثاء العاشره مساء حصريا على تلفزيون الحياه.